لكن في البداية عايز بس أعزي أنفسنا ونعزي كمان أسرة قناة النادي الأهلي في وفاة زميلنا العزيز الأستاذ إيهاب أبو العزم فني الكاميرا، واللي دايما بيبقى متواجد هنا معانا في الاستوديو. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. الراجل كان موجود معانا امبارح في الحقيقة، لكن بسبب أزمة قلبية مفاجئة توفاه الله، وخبر بالنسبة لنا كان صادم وصعب جدا جدا. نتمنى له يا رب كل الرحمة والمغفرة، وأن ربنا بإذن الله يسكنه فسيح جناته. وكان بيمتاز بالخلق العالية والأدب العالي في الحقيقة، وربنا يصبرنا جميعا ويصبر أسرته يا رب ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. خبر كان صادم بالنسبة لنا كلنا. ربنا يرحمك يا إيهاب ويغفر لك بإذن الله.